تقول في آخر أسئلتها: أنا طالبة في إحدى المدارس، ويوجد مدرس للقرآن الكريم، أذهب إليه لأسأله في بعض مسائل الدين، ويساعدني في إحضار الكتيبات، ويقوم بتسجيل وشراء الأشرطة لي ولبعض البنات، ويساعدنا في بعض أمور الدين، وهذا منذ عدة سنوات. وسبب اختلافنا إليه وزيارتنا له لأنه لا يوجد من يساعدنا من أهلنا، فكلهم في ضلال إلا والدتي وأختي، فساعدني على بداية الهداية، حتى كنت أذهب إليه في الأمور الدينية مع كامل الستر والأدب في الكلام ومراعاة أمور الدين، ومع ملاحظة أنه ليس في مكان خلوة، لأننا نلقاه في مكان عام وبحضور الطالبات، والمكان العام هو ساحة المدرسة، والرجل سلفي الاعتقاد ومحارب للبدع، فهل أستمر بزيارة الرجل المذكور والاستفادة منه لعدم وجود من يساعدني، أم علي مأثمة في ذلك وفي السنين الماضية؟ وأضيف أني لا أستطيع الخروج من البيت لأتعلم أمور ديني، لأنه ممنوع البتة، فبماذا توجهني؟ أنت ذكرت أمرين: الأمر الأول زيارة الرجل في بيته أو في مكان خاص، وهذا فيه فتنة، تعرض للفتنة، فلا تجوز هذه الزيارة. والأمر الثاني ذكرت أنه يدرس النساء مجتمعات في ساحة المدرسة، وهذا إذا كان هناك حجاب تام عن هذا الرجل ولا يحصل شيء من الفتنة فهذا أخف، ولكن الأولى أن يدرس الرجال رجال وأن يدرس النساء نساء. عليكن بالتماس مدرسة من أخواتكن التي تعلمنا القرآن أو تعلمنا الأحكام الشرعية استبدال هذا الرجل مهما أمكن ذلك، ابتعادا عن الفتنة. نعم.